في 25 يونيو سنة 1991 حصلت كرواتيا على استقلالها من يوغوسلافيا وأصبحت دولة ذات سيادة. وفي سنة 92 وافق الفيفا رسمياً على الاعتراف بكرواتيا، وبعد كده بسنة أعلن الاتحاد الأوروبي اعتماده لكرواتيا كدولة مستقلة لها منتخب مستقل. ولكن القرار ده كان متأخر، واللي أدى لحرمانهم من المشاركة في تصفيات كأس العالم 94 وفي يورو 1996 ثم مونديال 1998. اتعلق العالم كله بكرواتيا بعد ما بلغوا ربع نهائي البطولة الأولى ونص نهائي المونديال وحصلهم على البرونزية بالفوز على هولندا القوية جدا. الجمهور في مصر بالتحديد اتعلق بكرواتيا بسبب دافور سوكر وروبرت يارني، والسبب مش بس لعب المنتخب الجميل، لكن بسبب لعبة اليابانية على بلايستيشن 1، كمان بسبب التصميم المميز والمختلف لتيشيرت المنتخب اللي بيشبه رقعة الشطرنج. لكن عمرك سألت نفسك ايه سبب رقعة الشطرنج دي؟ كمان ايه سبب ان اسماء اللعيبة في كرواتيا بتخلص بإتش؟ بتقول الأسطورة ان الملك الكرواتي ستيفن دريزسلاف في الوقت اللي كان بيشن فيه الحروب وقع في الأسر في فينيسيا في النمسا. ملك فينيسيا الدوق بيتر الثاني أورسوليو كان عارف ان خصمه مهووس بلعب الشطرنج واداله عرض ما يترفضش: هنلعب 3 مباريات سوا، لو كسبت تكسب حريتك. وبالفعل قدر الملك الكرواتي يفوز بالثلاث ماتشات كلهم ويحصل على حريته. ولما رجع الملك دريزسلاف لبلده قرر الاحتفاء بالأمر ووضع قطع الشطرنج على الأعلام الخاصة بالبلد. ده عن سر الشطرنج في العلم والتيشيرت. لكن يعني إيه إتش اللي في نهاية الأسماء الكرواتية؟ في اللغة السلافية اللي اشتقت منها اللغات الكرواتية والروسية والأوكرانية والتشيكية والبوسنية والصربية، في اعتزاز كبير بالأصل والأنساب، والأبناء هناك بيتم تعريفهم بالنسب لأبهاتهم. فمثلا اسم بيتروفيتش يعني الابن الأصغر لبيتار، وجوكوفيتش يعني الابن الصغير لجوكو. كمان في أسماء اشتقت من المهن زي نيكو كوفيتش مدرب بايرن ميونخ السابق، واللي اسم أبوه يعني الحداد، ومعنى اسمه هو نيكو ابن كوفا الحداد.